السلام عليكم أبناء الطلبة، طلبة الصف الثامن. اليوم عندنا الدرس السابع بعنوان الحرية. الحرية طبعا كل واحد فينا يفهم فيها بشكل، لها مدلول واحد نتعرف عليه في الدرس هذا ونشوف الحرية هل هي حرية مطلقة كل إنسان يفعل ما يشاء وما يريده دون اعتبار للغير، أم أن الحرية لها حدود معينة تقف عندها، عندما تتعدى هذه الحدود تصبح ما هياش حرية. نجو نشوفوا أهداف هذا الدرس. طبعا أهداف الدرس، أول حاجة لازم احنا نتعرفوا عليه مفهوم الحرية، شو المقصود بالحرية، شو معناه الإنسان أن يكون حر. أي نعم أن الإنسان ولد حرا، ولكن هذه الحرية هي حق للإنسان، ولكنها ضمن حدود معينة، ضمن قيود معينة. الفرد الحر أو الإنسان الحر لابد أن يراعي هذه الحرية، لأن الحرية هي مسؤولية، ما هيش مجرد حق، برضو هي مسؤولية لابد أن نتحملها. أو تبين أنواع الحريات وإدراك أهمية الحرية للفرد والمجتمع. لازم احنا نعرفوا أهمية الحرية بالنسبة للفرد، ليش إن هو المفترض أنه يتحصل على حريته، برضو المجتمع بين المجتمعات الأخرى ليش المفترض أن هو يتحصل على حريته. تثمين حرية التعبير المسؤولة، وهنا لما أنا قلت أن الحرية هي مسؤولية وحنتعرفوا عليها في الدرس. في نهاية الدرس نكون توصلنا لهذه الأهداف ونكون عرفنا مفهوم الحرية، شنو المفروض أننا كيف نتصرف طالما أننا إنسان حر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حرا، كل الناس خلقت حرة، ولكن هذه الحرية اللي هي اللي قلنا عليها خلقها الله الإنسان حرا لابد أن تقف عند حدود الغير، أي لا تتجاوز حدودك عندما تكون حرا. الحرية هي مسؤولية. نجو نتعرفوا مع بعض على النشاط الأول اللي هو التعرف. أمامكم في الصور كل صورة لها مدلول معين، كل واحد فيكم يرى الصورة بشكل، يعني أنا نعبر على الصورة هذه بشكل، ممكن أنت بتفكيرك عندك تفسير آخر لهذه الصورة. الملاحظة أن التعبير اللي أنا حطيتها هذه اللي نشوفها أنا، بإمكانك أنت كطالب، كطفل حر، كطفل أفكارك نامية، كطفل مداركك لابد أن تتوسع وتشمل العديد من المفاهيم، بس تنصب في محور واحد وهو الحرية، تعبر على هذه الصور. نشوفوا أنا كيف عبرت عليها، وانتو لكم الحق ان تعبروا بالشكل اللي تروا. الاولى الطائر يقول انا حر، طالما هو لديه جناحان يطير في السماء الله الواسعة، يستطيع ان يتنقل من مكان الى اخر، اذا بذلك يكون حر. نقول الشخص اللي حاضر في مجموعة من الناس ان هو يقول انا حر في التعبير عن رأيي، إن هو يستطيع أن يعبر عن رأيه بأي شكل أو بأي وضع يريده، هو حر، ولكنه هل يعي معنى مفهوم حرية التعبير أم لا؟ فهذا ما سنراه في نهاية الدرس. نجو نشوفوا للصورة اللي بعدها الحرية في التفكير، يعني أنا تفكيري هو ملك لي، أنا نعبر عن تفكيري بالشكل الذي أنا أراه، ولا أسمح لأحد أن يتدخل في تفكيري. هنا شن لاحظنا أن كل واحد حريته بشكل، فيه اللي يشوف أنه هو مجرد أنه هو يتنقل من مكان إلى مكان كيفما يريد وكيفما يشاء، هو بذلك ضمن حريته. فيه اللي يقول أني أنا حر طالما أنا أعبر عن رأيي بكل حرية ودون خوف. أيضا فيه من يقول أن الحرية في التفكير، أنا طالما أفكر كيفما أستطيع فأنا بذلك حر. هذا في نشاط التعرف. نجو للنشاط اللي بعده، اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. تقروا شوية في النص معي، شوفوا الكتاب باستطاعتك أنك أنت تشوف الكتاب وتقرأ معي النص. نقرأ مع بعض. حق كل إنسان
في الحرية كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية، والمعتدي عليه في شيء من حريته كالمعتدي عليه في شيء من حياته. هذا طبعا اللي يقول الكلام هذا هو ابن سينا. من هذا المنطلق أو من هذا العبارة بإمكانك أن تصل إلى تعريف للحرية بالاستناد إلى النص. من خلال النص عرف لي الحرية. الحرية ضرورة حتمية لا تستقيم حياة الفرد من دونها. الإنسان لا يكون حياته مستقيمة وحياته سعيدة إلا إذا ضمن حصوله على حريته كاملة دون أي قيد أو دون أي شروط، إلا في حالة أن هو هذه الحرية عليها بعض الحدود المعينة طالما لا تضر شخص آخر. يعني أنا حر، أي نعم أنا حر، طالما أنا ما تجاوزتش حدود حريتي فأنا بذلك أكون حر. استخرج من النص ما يدل على أهمية الحرية. في النص هذا أعطانا جمل تعبر على أن الحرية مهمة، بس كيف قالها هو بالشكل اللي موجود أمامنا؟ قال حق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة. إذا ربطنا بين الحرية وبين الحياة، إذا فقد الإنسان حريته فبالتالي يكون فقد حياته. إذا الحياة مرتبطة بالحرية ارتباط تام، وهذا هنا تقع أهمية هذه الحرية بالنسبة للإنسان. بإمكانك أنك أنت تقترح صياغة لمفهوم الحرية. كل واحد فيكم اليوم يكتب مفهوم للحرية خاص به كيف ما يشاء من مكانك. أنت كطفل كيف تشوف حريتك كطفل؟ خلينا احنا في مجال الطفولة، أنت كطفل كيف حريتك؟ تلعب كيف ما تشاء، تخرج متى ما تشاء، تنام متى ما تشاء، تلبس كيف ما تشاء، تعبر عن رأيك، تفرض احترامك داخل العائلة. كيف هي حريتك في عائلتك وفي مجتمعك؟ أنا نقول لا حرية بدون لا حياة بدون حرية. يعني ما فيش حياة اللي هي اللي زي اللي في السؤال اللي قبله اللي قلنا أهمية الحرية، اللي هي كل إنسان له الحق في الحرية كحقه في الحياة. أربط بسهم بين نوع الحرية. أنا أعطيتكم هنا جملتين أربطت بيناتهم بالطريقة هذه. في الكتاب أنتم ممكن تحلوا معي، كل واحد فيكم ياخذ قلم ويحل الجمل. حلوا، نعطيكم شوية وقت تحلوا، وبعدين احنا نشوفوا هل الإجابة متاعكم اللي انتو حلتها هي صحيحة أم خاطئة. ما فيش إجابة خاطئة، ولكنها محاولة تجعلك تتفادى الخطأ وتصل إلى الإجابة الصحيحة. كلكم مصيبين في إجاباتكم، ولكن من وجهة نظركم من هنا نستطيع أن نقوم إجاباتكم ونعدلها نوعا ما، لأن تفكيركم أعلم أنه واسع ويستطيع إدراك كل ما هو موجود أمامكم. لكل فرد حق في مغادرة بلده والعودة إليه. كل فرد في المجتمع يستطيع أن يذهب حيثما يشاء إلى بلدان العالم أو إلى أرض الله الواسعة، وعندما يريد العودة إليه يستطيع ذلك، لأن من حقه العودة إلى بلده وموطنه. أما هي اللي تشوفوها مناسبة نوع الحرية اللي فيها؟ هل هي حرية الحياة؟ هو يتنقل من مكان إلى آخر كالطائر السبق احنا شفناه في الصورة الماضية، أم هي حرية التعبير يستطيع أن يقول ما يشاء، أم أن هي حرية شخصية أو حرية فكر أو حرية صحافة، حرية التنقل أم حرية سياسية أم اقتصادية؟ نشوفوا احنا نحلنا مع بعضنا. حرية التنقل، اللي جاوب صحيح بالشكل هذا حرية التنقل يكون قد وصل إلى الإجابة الصواب. تقوم على البحث والتدريس والتحدث والنشر مع الالتزام بمعايير البحث العلمي وقواعده. الإجابة متاحة هذه تعبر عن حرية الصحافة. تتيح للفرد حق التصويت لسياسات الدولة والمرشحين للسياسيين، ونم جاوبتها هي حرية سياسية. تقوم على ركيزتين أساسيتين، التجارة والعمل. أي من القاعدون نحن قداش فقرة؟ فقرة 2 3 4، أربع فقرات اللي هي اللي عندنا أربع خصائص ممكن هي تعبر على نوع الحرية. أيهما من هذه العبارات اللي بتعبر على حرية، بتقوم على ركيزتين أساسيتين اللي هما التجارة والعمل؟ نشوفوا مع بعض.
حرية اقتصادية. اللي بعده تساعد على قبول الآخر وفتح باب الحوار بين الشعوب والثقافات المختلفة. الإجابة متاعها حرية التفكير. بوجودها يتم تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية. هي حرية الفقرة اللي بعدها اللي هي تتصل بشخص الإنسان وأدميته وحياته الشخصية، هي حرية الحياة. وبوجودها يتم تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية اللي هي عندنا حرية التعبير. هذا كيف نوصله بين نوع الحرية. هنا استطعنا ان احنا عندنا مجموعة من الحريات، ما هياش الحرية محصورة في جانب واحد من الحياة، بل انها تشمل جميع جوانب الحياة. حرية الحياة، حقك في الحياة انك انت تعيش في هذه الحياة. حرية التعبير، حقك في انك انت تعبر عن رأيك بكل حرية. حريتك الشخصية في حياتك الخاصة تستطيع ان تعيشها كيفما يحلو لك. حرية التفكير، انك انت تفكر بالشكل اللي تشوفه وبالاتجاه اللي انت ترى. حرية الصحافة، تستطيع ان تكون تعبر عن رأيك من خلال نشر ما يخول ويجول في خاطرك. تستطيع ان تعبر من خلال الإعلام، من خلال النشر، من خلال البحوث، من خلال كل هذا يعتمد او يندرج تحت حرية الصحافة. عندنا حرية التنقل، انك انت تنتقل من مكان الى اخر في أي مكان وتستطيع العودة إلى مكانك متى شئت. حرية سياسية، تعبر عن رأيك وتشارك في الديمقراطية داخل بلدك. عندنا اللي هي حرية اقتصادية الخاصة بالتجارة وخاصة بالعمل، الخاصة بالنواحي المادية. نجولي أجري حوارا مع أصدقائي حول هذه الوضعية مهتدين بالأسئلة التالية. لو انت مثلا بجنبك تو انتم كلكم جالسين امام الشاشه، اول واحد بجنبك شوف رايه في موضوع او في مواقع التواصل الاجتماعي. انت فاتح الهاتف بتاعك نقال وتتصفح في صفحه معينه، لقيت خبر في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر هو المفاد متاعه او المضمون متاعه هو توريط احد مشاهير في جريمه نكراء. سارع بعض أصدقائه في نشر الخبر على صفحاتهم والتعليق عليه بما يسيء للشخصية المعنية اللي هو هذا الشخص، وما هي إلا أيام قليلة حتى صدر تكذيب للخبر. يعني أنت تو جالس وفتح النقال وتشوف في الأخبار لقيت خبر، يعني هذا الخبر ورط فيه بعض المشاهير أنه هو ارتكب أي جريمة معينة، انتشر هذا الخبر عبر مواقع الاتصال، هذا الخبر أصبح متداول لدى الجميع، إلا أن كل من شاف هذا الخبر صدق. بعد فترة لقي أن هذا الخبر نشروا له تكذيب وما هواش صحيح. إذا مثلا جينا سألنا هل من حق وسائل الاتصال الحديثة ترويج كل الأخبار، هل من حقها أن هي تروج كل الأخبار دون التحري عن مصداقية هذا الخبر ومصدر هذا الخبر والأسباب اللي جعلت هذا الخبر ينتشر بين مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا ليس من حق وسائل الاتصال ترويج كل الأخبار، فهناك بعض الأمور شخصية ليس من حق أحد التدخل فيها. هذا مشهور حصلت له أي شيء في حياته، ليس من حقنا أن احنا نتجاوز حدودنا ونشاركها في حياته وننشر خبر خاطئ، وهو بيكون غير راغب في أنه هو ينشر هذا الخبر. يصبح هذا تدخل في الشؤون الخاصة لهذا الشخص. قد يتعرض أي شخص منا لمثل هذا الموقف، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص مشهور في مواقع التواصل. مرات حتى أنت ينتشر عليك خبر في العائلة، مش بالضرورة في مواقع التواصل، مرات حتى داخل الحي متاعك، وهذا الخبر ليس صحيح، حد ينشر هذا الخبر في أماكن التواصل فيصبح إحراج لك بين زملائك. هل تعتبر فعل أصدقائك الذين أسهموا في إشاعة هذا الخبر ممارسة للحرية؟ وبما تنصحهم؟ هل أنا شفت خبر ولكني لم أتحرى عن مصداقية هذا الخبر وبديت ننشر فيه مش بدون ما أني نعرف هل الخبر هذا صحيح أم خاطئ، وأنت أصدقائك هذا كيف تتعامل معهم؟ هل أنك أنت تنصحهم؟ هل أنك أنت تتغاضى عليهم؟ هذا هنا تقع مسؤوليتك في مجتمعك كيف تتصرف. النصيحة الأهم
التي تقدم إلى زملائك هي أن حريتك تقف عند حدود الغير فلا تتجاوز حدود غيرك. يعني أنت طالما أنت إنسان أنت حر، طالما أنت حي أنت المفترض أنك أنت تعيش حر، ولكن حريتك هذه تقف عند حد معين عندما تصبح ضارة بشخص آخر، عندما أنت تتصرف بشكل غير مسؤول وتتجاوز حدودك وتصبح تضر في الناس الموجودين معك، هنا لا تستطيع أن تقول أنا حر. الكلمة الشائعة حاليا بين المجتمع وبين العديد من الشباب، أي متى تبي تنصحه تبي تقول له أي شيء يقول لك أنا حر. لا، مش حر. احيانا انت في بعض الاشياء المفترض انك انت تراعي وانك انت تقف عند حد معين لا تتجاوز هذا الحد. ما هو اثر صنيعهم على الشخصيه التي شاع عنها الخبر وعلى المجتمع عامه؟ لو مثلا هذه الشخصيه شن الاثار الناجمه عن تصرفات هذه لما ينتشر خبر عن شخصيه معينه، سواء كان على هذا الشخص الضرر او كان على المجتمع. مثل هذه الأفعال تساهم في إثارة الفتنة والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وإذا انتشرت الفتنة والتفرقة فإن المجتمع سيعاني من العديد من المشاكل المترتبة عن هذه الفتنة، والأمثلة أمامنا كثيرة. هل ترى أن وضع ضوابط في التعامل مع الأخبار المتداولة في مواقع التواصل يشكل حداً لحرية المستخدمين لهذه الوسيلة؟ هل فيه لو جدرنا مثلا ضوابط في التعامل مع الأخبار اللي ينشرها مواقع التواصل الاجتماعي، هل بذلك نكون احنا وضعنا حد لحرية المستخدمين؟ هل ان احنا ساهمنا في ان هو ما يصبحش ينتشر بشكل كبير وبدون تحري للمصداقية؟ بالتأكيد ان احنا، انا كتبت بالتأكيد فقط، بإمكانك انت تقول بالتأكيد ان هي لو احنا وضعنا ضوابط ستساهم في جعل هذه الآراء تتجه اتجاه سليم وسلوك سليم، بحيث تكون أنت تأخذ حريتك بشكل كامل دون أن تضر بغيرك. نستنتج من هذا الموضوع أن تضمن حرية الرأي والتعبير للمواطنين القدرة على مناقشة قضاياهم ومعالجة المشكلات التي تهم مجتمعهم قصد تحقيق مصالحهم وتأمين حقوقهم بطريقة سليمة. عندما الإنسان يكون مسؤول عن حريته ويكون حر ويعبر عن رأيه بشكل صحيح وأنه هو يناقش القضايا، بالتالي نصل إلى أننا نأمن حقوق الأفراد وحقوق المجتمع أو حقوق المواطن داخل المجتمع بطريقة سليمة. حرية التعبير ممارسة واعية وفعل مسؤول يقوم على احترام حقوق الآخر وعدم إيذائه. إذا أنا عندي حرية التعبير هي سلوك واعي أو ممارسة واعية أني نعبر عن رأيي بكل حرية، ولكن هذا التعبير لازم يكون فيه نوع من المسؤولية. عندما أعبر عن رأيي لازم أني نكون مسؤول عن كل كلمة تصدر مني، لابد أن تكون لديه مبادئ اللي هي احترام حقوق الآخرين وعدم إيذائهم، لأننا بنحيا معهم لازم أننا نراعي حقوقهم وأننا نحاول أننا نكون عنصر مفيد داخل هذه المجموعة اللي نعيش معهم. الحريات ليست مطلقة وهي في حاجة دائمة إلى حماية، وإلا انقلبت إلى فوضى. إذا مثلا كل واحد فينا قال أنا حر وأنه يتصرف بأي تصرف يراه هو مناسب، وأنه هو يفعل أشياء أحيانا هي أشياء مضرة بشخصه وبمجتمعه، هل هذه نقول احنا حرية؟ الحرية هذه حرية مطلقة نسموها. هل هذه حرية عندما نفعل ما نشاء وما نريد في أي وقت نشاء دون وضع أي ضوابط معينة في حدود حريتي؟ طبعا الحرية إذا كانت بهذا الشكل فإنها تنقلب إلى فوضى. لابد أن يكون النظام أساس الحياة، ولابد أن تكون هناك بعض الضوابط والأشياء التي تجعل الحرية تسير في منحى سليم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قولته المشهورة:
الناس كلهم ولدوا أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية منذ بداية الإنسان، وإحنا قلنا في بداية الدرس الله خلق الناس أحرارا من البداية، فمن حق الإنسان أن هو يحيا حياة حرة وسعيدة وكريمة. في نهاية الدرس نشكركم أبنائي الطلبة على حسن الاستماع، وأحملكم مسؤولية الحرية التي تتمتعون بها. عليكم أن تكونوا تعون معنى الحرية بالشكل الصحيح، ولا تتجاوزون حدود حريتكم، بالتالي تنالوا طفولة سليمة ومجتمع سليم وحياة كريمة. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق.